انا هروح بدلك مع الانجليز. اكدت لهم ان انا اللي هسند الانجليز في الحرب. ربنا معك يا ولدي، ربنا هيسترها معاك زي ما سترت اخوك. ما تخافش يا موسى، ربنا معاك. روح في ده كرواعي، خلي بالك من امك واختك. ماشي. تبكي ليه؟ ما تبكيش، ما تبكيش عليا، ابكي على اللي هحاربهم. ادعي لي يما. سلام عليكم. موسى ربنا معاك يا ولدي. يا بنت بتعيط ليه؟ ربنا معاك يا مر كده بيجا. اخ يا اخوي، اخ. دول الثلاثين اللي موجودين في الكشف يا غفير؟ مظبوط جنابك. تمام. تمامك ده. واه. مش دي موسى؟ وموسى موجود في الكشف يا غفير ولا اخوه رواعي؟ جنابك خبر ان اخوي مخه على كده وما يقدرش على خدمه الانجليز، واحمد زي الحاج احمد يا عمده. عين العقل يا موسى، راجل كيف ابوك؟ الله يرحمكم انتوا التنين. ما اقدرش يا موسى، ده يبقى تزوير. وايه الفرق بين ده وده؟ همله، خلونا نخلص من لسانه طويل. ما اقدرش، قدر مات، يقول بزور، بحط ده مطرح ده، اروح في داهيه، وبعدين الكشف في المديريه، يعني الموضوع ميري. فكوا يا فكوا وارمي حاطر واعي. يمين بالله لا اقرب من اخوي لا اقتله. على روحي والقد في يد. عليا بيمين لو استقلبت يا موسى. عاوزين روحي اللي في الكشف. خلص يد. امسك يد. امسك يد. الحق يا موسى. هلا اخويا. الحق يا موسى. حمله. حمله. حمله اخويا. حمله اخويا. حمله. اقفل خشمك. الرجاله ما تبكيش. حمل أخوي يا رواحي، رواحي حمل أخوي. أحب على رجلك يا جناب العمد، خدني مكان أخوي. بطل نطيت يا موسى، علي بيمين أبوك لو جاب من طلبته وجهي جرجل كفله. رواحي رايح رايح. الله يرحمه، قريب اتحصل. عشان خاطرك يلا. احب على يدك يا جناب الخواجة. كرواعي هو ده اخوك؟ ايوه جنابك. احب على يد، احب على يد جناب، احب على يد جناب. اروح جيبه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.